كان الشائك الانتخابات، وفي الزمالك دايما انتخابات بتكون شائكه. في انتخابات ولا مفيش؟ ده اولا. ثانيا الشكل عامل ازاي؟ هو عايز تقول بمتنع معاك؟ لا 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 ما لا ما بتفرقش معايا، انا بتكلم صح. بس هل انا لغايه دلوقتي القصه مش باينه؟ القصه مش باينه، ايوه. وفي اواضي وفي مش عارف ايه وفي الكلام ده، فانا يعني مش هقدر اقول لك كده اي كلام وخلاص، لكن اقدر اقول لك ان لا، ان الخريطه اتغيرت. الدنيا يعني مثلا كابتن حسين لبيب ظهوره ده كان من 6 اشهر، كان كابتن حسين لبيب مش على الخريطه خالص. نعم خالص. صحيح. في ناس دخلت في المجلس برضه ليها دور، يعني قول اسماء زي ما انت عايز، استاذ برزي، استاذ عمرو ادهم، لا يعني ناس انا شايف ناس. بس لعبه الانتخابات دي لازم يبقوا داخلين مع ناس بتظبط الانتخابات، يعني قصه انتخابات عايزه شغل جديد. لكن الزمالك مشكلته في الكوادر، مش كوادر كتيره يعني. بس ما احنا لقينا مجلس اول، بس ما نقول نسمع عن عمرو ادهم، ولا كنا نسمع عن الناس المحترمه محترم جداً. ناس محترمه جدا، جداً. ناس جميله يعني، كلهم طبعا لهم الاحترام. انت خلي بقى خليهم يخشوا الانتخابات. يعني شكري ده مش كادر مثلا لو دخل طبعا الانتخابات. طبعا يعني لا يعني انا قصدي المشكله بمعنى نجوم الكوره دايما في الزمالك. النهارده في المقصوره ناس كتيره قاعده في المقصوره. والاهلي من نجوم الكوره مين غير محمود الخطيب؟ طب رئيس النادي. هو رئيس النادي ده شويه الانتخابات. يعني عايز اقول بس ان كابتن احمد مصطفى او كابتن ابو رجيله كان المفروض يبقى هم من ضمن الناس اللي قاعده في الصف الاول النهارده. يا سلام. طبعا الله يفتح عليك. عمنا الكابتن ابو رجيله وعمنا الكابتن احمد مصطفى. خساره الدوري ممكن تغير حاجه من معادله الانتخابات في النادي الاهلي؟ لا اطلاقا، يعني من وجهه نظري مطلقا ما اعتقدش ان الامور بتدار بهذا الشكل في النادي الاهلي، لان ما حققه الكابتن الخطيب ومجلسه اعتقد كبير وكثير. انت لما داخل على 6 بطولات خدت منهم 5، ما اعتقدش حد يقدر يلومك يعني. بطوله الدوري مهمه وما حدش يقدر يفضلت فيها والناس زعلان عليها، لكن في النهايه عامل انجازات ضخمه جدا. تاخد 2 افريقيا في 8 شهور. طيب الكابتن الخطيب نفسه بقى ممكن يغير مجلسه؟ وارد جدا. لا اديني شويه. لا وارد طبعا. ما تقوليش وارد وتسيبني. وارد ايه يعني؟ اديني كده. اكيد طبعا. كم واجب ممكن يتغير؟ هو عمل لك مربع هو عشان يرد عليك. 1 2 3 يعني في الرينج ده ممكن حاجات تحصل كده. 4 ممكن تشاور ولا ما تقدرش تشاور؟ لا ما قدرتش تشاور. تتوقع 4 تغييرات؟ وارد جدا. انت عملت ملف على ايه؟ يعني انا عايز اقول ان قصه الزمالك انا اتمنى بالنسبه للانتخابات ان المجلس ده يقعد سنه ولا حاجه. المجلس ده يقعد كام؟ لا لو انتخابات يبقى 4 سنين. لا يعني ما هو انتخابات عشان يكسب انتخابات دي عايزه بقى حسبه ثانيه. انا حتى لو الوضع ده لا يقعدوا الناس ناجحه يقعدوا. عايزك اقول حاجه دكتور اشرف صبحي، عشان انا من الناس اللي انتقدته، من الناس اللي هاجمته. لك ان تتخيل ان ما خدش الزمالك، خدش الدوري. ده كان زمانه يعني. فبرضه الراجل يعني عامل اللي عليه. بس ما نقولش ان هو اللي جاب للزمالك الدوري، عشان لا بس لا 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 انا قصدي كده ايه، ان هو اللي جاب الدوري يا اسطى. لا طبعا. بص عادلك مستنيك ازاي. خلينا نروح.